اقبال هذه المواسم، ثلاثه هذه المواسم من 2019 ل 2023 اقبال ضعيف بزاف. الفاخر العام اللي فات بقى عندنا الفاخر شايط، هذا العام كذلك راه كتشوف راه البيع والشراء قليل، الناس ماشي في الاستطاعه ديالها بزاف. ما يمكنش انت الفاخر يجي بنادم ياخذ ب 8 دراهم، مازال حنا راه ناقصين من كنبيعوا ب 7 دراهم ونص 7 دراهم مع الناس اللي ما عندهمش. شنقول لك راه هادشي راه الدوله هي اللي خاص تخرج، باش حيت كاين شي ناس بزاف كيستغلوا هاد التجاره ديال الفاخر كيبيعوا باثمنه غاليه. ومن ناحيه ديال الاجواء العيد اجواء عاديه، كاين اقبال الناس كتقدى لدرجه راه كان عندنا التبن الماكله ديال الحولي راه سالات مشاش بقى غير الفاخر، فهمتيني؟ كاين اقبال، هو الناس كتعاني. الماكله ديال التبن كتبدا خويا من كيلو ب 10 دراهم وانت غادي 10 دراهم، فهمتيني؟ كتعامل كاين اللي كيجي نص كيلو ب 100 ريال، ما نكذبش عليك الثمن هو اخي. باش خديت العام اللي فات خديت هذا العام، فهمتيني؟ الثمن فهمتيني 60 درهم هو الثمن، هو السوق غادي ب 10 درهم للكيلو، فهمتيني؟ هذاك هو باش كيتباع كل عام. وديك الخدمه اللي كنخدموها من الاعوام الاخرى راه هي اللي كتخدم، فهمتيني؟ جميع الاعوام ما كنزيدوا على الناس، ما كنقصوا عليهم اخويا. ورات الناس راه كون كنزيدوا عليهم راه ما تساليش الناس السلعه اخي. لا حنا كنجيو بالمدينه وزان، الصناعه ديالنا بجهد الله كارانتي، ملي كنمضيو الحاجه نبدا كارانتي، ما كاينش الرجوع فيه. وما كيتشكاو من موالين الضو اللي كيخدموا بلا مول، الحجره كتخرج المضا ديالها رطب مزيان، اما الضو كيفسد الصعوه ديال الجنويه ولا ديال المقاده ولا الاقبال. الاقبال ضعاف علينا دابا، هذه الحجه ديال 4 سنين ولا 5 سنين والاقبال على الصناعه ديالنا ضعاف، ولينا كنخدموا عيمه وسيمين، فهمتيني؟ ولينا كنخدموا عيمه وسيمين، الخدمه ضعاف تقللت عندنا بزاف.